دلوقتي على التليفون الدكتور محمد معيط وزير المالية. برحب بحضرتك معالي الوزير، ويعني الأخبار إيجابية على الساحة الاقتصادية. هبدأ مع حضرتك بصندوق النقد الدولي، خاصة بعد بيان كان هام جدا في الأسبوع الماضي، والنهاردة إدراج مصر على جدول أعمال الصندوق، صندوق النقد الدولي، الاجتماعات التنفيذية يوم الاثنين إن شاء الله. قراءتك يا فندم لي هذه الإنجازات على المستوى الاقتصادي المصري. يعني هو رقم واحد الحمد لله رب العالمين، انه يعني احنا الحمد لله يعني معاناة لمدة سنتين واكتر عشان نصلح اقتصادنا وعلشان يعني نمشي في طريق يعني يجنب ولادنا واحفادنا ان هم يعيشوا حياة صعبة. خدنا الطريق الصعب وخدنا اصلاحات جذرية. النهاردة المجتمع الدولي بمؤسساته وبأسواقه العالمية وكده شايف إن مصر الحمد لله رب العالمين وصلت لوضع يعني يحطها في مكانة جيدة. معدلات نمو السنة دي إن شاء الله بإذن الله حد أدنى 5.5 ممكن 5.6 ولا كده، مستهدفين السنة المالية 19-20 إن نكون 6%. دي بتعتبر معدلات نمو بمقاييس العالمية عالية جدا إن شاء الله بإذن الله. استقرار في السياسات المالية وتأمينها، والعجز بيقل، الدين الحمد لله بيقل الحمد لله. استقرار في سياساتنا على المستوى العالمي، تم استعادة ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين الدوليين والجهات الدولية في جدية مصر في إنها تمشي طريق صح عشان يعني تبقى في طريق آمن. ما هوش فيه يعني ما بنخبيش حاجة، بالعكس احنا يمكن شعبنا تحمل كل تحمله ده عشان يحط الاقتصاد بتاع مصر ويحط مستقبل مصر وأجيالها في طريق صحيح وسليم. فهم النهاردة بيقولوا احنا اطمأنينا، خاصة الفترة 6 شهور الماضيين كانوا صعبين جدا على المستوى الدولي. يعني قبل ما نقول على المستوى المحلي كانوا على المستوى الدولي، شفنا أوضاع ودول اتأثرت بها سلبا في الفترة اللي فاتت. شفنا دول بترفع معدلات الفايدة ل 60% ودول بتخفض العملة بتاعتها ب 70 و80%، وشفنا يعني أسواق بتعاني وأوضاع. احنا الحمد لله برغم المعاناة اللي شعبنا يعني بيتحملها نتيجة لهذا الإصلاح، لكن الحمد لله أوضاعنا يوم عن يوم بتتحسن، ويوم عن يوم كل اللي بيتعاملوا معانا بيقولوا. يعني انا عاوز احكي لك، احنا كنا في ديفوس قابلنا شركات بترول عالميه، فاول حاجه بيقولوا ايه، احنا جايين نشكركم لان كل مستحقاتنا الماليه خدناها. عاوز اقول لك يعني لا تتخيلي هذه العباره لما تتقال لنا، لان الناس كان مستحقاتها بقى لها 6 و7 سنين و8 سنين ما بتاخدش فلوسها، الاوضاع اللي بتمر بيها مصر وكده. فلما يجي النهارده يقول لي كل مبالغ القديمه خدناها، فده بنشكركم عليه، وده مشجعنا ان هنخش باستثمارات ضخمه بحث عن البترول والغاز الطبيعي وكده في الفتره القادمه، وده مستقبل بلدنا. مستقبل بلدنا بترول وغاز وانتاج وصناعه وتصدير وسياحه، لان ده اللي هيخلق فرص عمل، ده اللي هيقوي الجنيه بتاعنا، ده اللي هيقوي اقتصادنا برغم كل المعاناه اللي بنتكلم عنها النهارده، وبرغم كل التعب اللي احنا فيه، وبرغم كل المعوقات، انما بنتقدم يوم بعد يوم، بنمشي خطوه لقدام. يمكن حضرتك شفتي البيان اللي طلعته كريستين لاجارد، صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، وده شيء غير معتاد على الاطلاق. صحيح، وعايز اقول لحضرتك نقطه يعني حضرتك دلوقتي ذكرتها ايضا في سياق الحديث، خاصه بالشارع المصري والمواطن المصري، يعني انه يذكر العبء الذي تحمله المواطن المصري لانجاز هذا البرنامج الاصلاح الاقتصادي في البيان الصادر من صندوق النقد الدولي. ده اكيد ايضا اشاره هامه جدا وتؤخذ في الاعتبار. وبالتالي معالي الوزير
الوزير، يعني ما هو القادم؟ يعني لو هنقول دلوقتي رسالة للمشاهد اللي بيسمع حضرتك والمواطن مع الإشادة به من صندوق النقد الدولي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تم إنجازه في الفترة الماضية والإشادة أيضا بتحمل المواطن المصري، أنجزنا قد إيه يا فندم وما هو المتبقي؟ يعني خليني أقول لحضرتك يمكن النقطة اللي حضرتك بتثيريها وهي المواطن المصري. يمكن سيادة الرئيس كررها في أكثر من لقاء إنه البطل الحقيقي لهذا الإصلاح وتحمل نتائجه هو المواطن المصري بكل ما تحمله في سبيل إن هو يحط شعبه يحط بلده قدامه ومستقبله. وده ما اكدته برضو كريستين لاجارد في البيان اللي طلعته، ان هي اثنت على تحمل الشعب المصري لعمليه الاصلاح الاقتصادي. هذه بتقولي طب المواطن دلوقتي وضع، انا النهارده لما الاقي التضخم بينزل يوم بعد يوم والاسعار بدات الى حد ما ان شاء الله باذن الله يحصل لها نوع من الاستقرار مع تحسن تدريجي لمستوى المعيشه، لما الاقي فرص العمل بتزيد يوم بعد يوم، لما الاقي ان الخدمات بتبدا تتحسن والدوله بتبدا تاخد مبادرات في الصحه في التعليم في السكن الاجتماعي في ده في ده في ده في ده، لما الاقي انه بدات الفتره الصعبه اللي كان فيها نوع من الزيادات في الاسعار نوع من التدهور في الخدمات بدا كل دوت يحصل له تحسن واستقرار وتحسن وانطلاق في اتجاه ايجابي، ساعتها المواطن هيقول اه انا بدات اشوف نتائج المرحله اللي انا والنهارده يعني احنا ما بنقول دي اشادات ديت يعني زي ما بيقولوا كده بيانات طب انا اقول له النتيجه لكده انك بتبص تلاقي مستثمرين جايين وجايبين فلوسهم وجايين عاوزين يعملوا مشروع، ده عاوز يعمل مول هيشغل له 200 300 واحد، ده عاوز يعمل مصنع هيشغل له 300 400 500 واحد، صحيح. ده هينتج ده هي السياحه ربنا يسهل ان شاء الله وتقوم ونبدا، كل ده هو الترجمه لهذه البيانات وهذه الاشادات وهذه المواقف انه العالم ثقته بتزداد في مصر واقتصادها، انه المستثمرين يبداوا يخشوا وده معناه فرص عمل ومعناه انتاج ومعناه الجنيه بتاعنا يقوى ومعناه التضخم ينخفض ومعناه قدره زياده للدوله على انها تبدا تركز في الخدمات الاساسيه للمواطنين كصحه وكتعليم وكسكن اجتماعي وكتحسين الخدمات العامه المقدمه، كل دوت هو ده الترجمه الفعليه للفتره الصعبه اللي عدت دي. متى يشعر المواطن بتحسن في حياته يا فندم؟ انا شخصيا بقسمها لجزئين، الجزء الاول اللي هو الوضع اللي كان حرج جدا وهو وضع ان المواطن ممكن وده مش ممكن هو ده حصل انه يلاقي السلعه بدات تقل، يلاقي السلعه بدات مش متوفره، يلاقي السلعه يروح الصيدليه ما يلاقيش الدواء، يروح السوبر ماركت ما يلاقيش هي هي السكر. هي السلعه متوفره بس احنا بنتكلم على الاسعار انا بقول ان حضرتك ممكن تبقى الحاجه سعرها ما تغيرش نتيجه اللي ناقصها في السوق سعرها يتضرب في 2 وفي 3، احنا في وقت من الاوقات كان السكر ب 5 جنيه لكنه مش متوفر بقى بيتباع ب 20 اذا لقيناه، واخد بال حضرتك؟ ممكن حضرتك تبقى الحاجه سعرها هو ولكن للاسف الشديد ما هياش متوفره ما مش موجوده مش متاحه، حضرتك هتبقى عندك استعداد تدفع اي تم بس تجيبيها، فبنقول دي مرحله الحمد لله عديناها والحمد لله السلع زي ما حضرتك قلتي كده متوفره. المرحله الثانيه هو ايه؟ ان السلع مع توفرها تكون باسعار في متناول ايدين الناس حسب يعني بدخولهم الموجوده يقدروا يحصلوا على السلع والخدمات، ده الشغل الشاغل اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي هو رقم واحد تتوفر فرص عمل للناس عشان يبقى عندهم دخول يقدروا يشتروا، ثانيا ان السلع اللي متوفره دي تبقى متوفره باسعار لانه فيها كميات كثيره متاحه وفي نفس الوقت في توازن في السوق عشان نحافظ على استقرار الاسعار، وده هيجي برضو من زياده الانتاج، يعني ما هوش يبقى كلام لانه كلام لوحده والسلع مش متوفره ولا مهما قلنا، انما السلع متوفره ومتوفره بسعر توازني هو ده الهدف اللي مع الوقت ومع تحسن دخول الناس نرجع التوازن تاني ما بين دخول الناس وما بين الاسعار المتوفره فيحصل عمليه انه الناس مستوى معيشتها تتحسن درجه بدرجه بالاضافه الى انه نحسن الخدمات المقدمه للمواطنين صحه تعليم سكن وما الى ذلك.
البرامج الحمائية، الدعم، نصيبهم قد إيه يا فندم في الموازنة على ذكر الموازنة الجديدة؟ احنا حاليا بنعد الموازنة، الميعاد الدستوري لتسليمها المجلس النواب 31 مارس. احنا حاليا في مرحلة الاعداد، وطبعا احنا كل سنة بيبقى ما هو متعلق بالدعم، ما هو متعلق بالمعاشات، ما هو متعلق بكل الاوجه اللي هي في تحت مظلة الحماية الاجتماعية، بتكون من الامور اللي يعني عند اعداد الموازنة بيتم الحديث عنها، وبيتم نشوف السياسات المتعلقة بيها. وأنا أعتقد أنه يعني خلال الشهرين القادمين أو 3 أشهر القادمة نكون استقرينا على هذا الوضع. شكرا. وقبل ما اختم مع حضرتك معالي الوزير، يعني كان سيادة الرئيس اوصى في الاجتماع مع وزارة المالية بملف الصحة، بملف التعليم، الدعم لهم، الاهتمام، الأولوية، زيادة المخصصات. هل ده يعني بيتم الآن؟ هل في خطة زمنية وفعلية حاليا؟ بص يعني هو طبعا كان كابتن الرئيس حدد التعليم والصحه والاصلاح الاداري وكمان الثقافه، دول الـ4 ملفات اللي هو حددهم سياده الرئيس كاولويات في الفتره الرئاسيه الثانيه. واحنا الحمد لله رب العالمين، الصحه زي ما حضرتك شايفه برامج نازله للناس، البايرسي و العمليات الجراحية لقوائم الانتظار، وتوفير الأدوية، وتوفير يعني التطعيمات والألبان وما إلى ذلك. صحيح. ودي احنا بنضخ فيها جامد، وفي نفس الوقت شغالين على إن شاء الله بإذن الله انطلاق التأمين الصحي في بورسعيد السنة دي إن شاء الله بإذن الله. ده جانب. الجانب بتاع التعليم بدأنا مع وزارة التربية والتعليم مع الوزير طارق شوقي في منظومة إصلاح التعليم بكل الأعباء التمويلية الخاصة بيها، شغالين فيها. دولت بالنسبة لنا الأساس في إن ناخد بلدنا لقدام، لأنه مهما بنينا ومهما عملنا بدون صحة وتعليم ما فيش نتيجة. ولذلك حاطين يعني نصب عينينا كل مساحة تتوافر داخل الموازنة العامة للدولة، تمام. سنضخ أكثر وأكثر في الصحة والتعليم. أكيد دي من الملفات الهامة لارتقاء أي مجتمع. آخر سؤال مع الوزير، يعني بعد ما تحدثنا عن المشوار الطويل الاقتصادي اللي قطعته مصر في الفترة الأخيرة في كافة المجالات، المستثمر أيضا بيحب يا فندم دايما يشوف رسالة تطمينية لما هو قادم للمستقبل. هل في أي تغيرات ضريبية؟ هل في أي نوايا لإحداث أي جديد على المستوى الضريبي الفترة القادمة؟ خليني أقول لحضرتك إنه يعني إحنا مستهدفين استقرار، مستهدفين الاستفادة من قوة الدفع لما تم من إصلاحات خلال الفترة الماضية، إن يكون ده هو المحرك ل اعتقد دفع للاقتصاد المصري. وطالما ده بيتحرك، طالما الانشطه الاقتصاديه بتتحرك وبتنمو ومع معدلات نمو، ده يجيب ايرادات للدوله، ويصاحب ده عمليه استقرار، استقرار في سياساتنا الضريبيه، استقرار في سياساتنا الجمركيه، ما عدا النقاط اللي فيها نوع من عدم حصول الدوله وخزائن الدوله على مستحقاتها. بمعنى انه وفقا للنظم الحاليه فئه معينه مفروض تدفع، ما بتدفعش لا لازم تدفع. ليه؟ لانه ما ينفعش انه فئه بس هي اللي شايله العبء وفئات تانية وفقا لاحكام القانون مفروض تساهم او تدفع، او مستحقات الخزانه العامه للدوله بتاعت. انما كسياسه عامه لسياسات ضريبيه جمركيه والكلام ده، احنا الحمد لله يعني قلنا في العديد من المرات لا، هو في استقرار ان شاء الله باذن الله، علشان هو ده هيكون دعم للاستثمار وللنمو وخلق فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات. فانا باكد على هذه الجزئيه، وانا بقول انه من ضمن الحاجات اللي بتشيك فيها المؤسسات الدوليه هو ان مصر في نوع من الاستقرار. يعني الموضوع بتاع
او سي دي امبارح كان بالنسبه لنا شيء كويس جدا لما طلعوا وقالوا اللي هي منظمه التعاون الاقتصادي اللي مقرها باريس، لما طلعت البيان وقالت بحسن الوضع الائتماني لمصر وبحسن والخطر اللي هو مرتبط بالاستثمار ومرتبط بالتمويل بالنسبه لمصر قل، ده بالنسبه لنا معناه ايه؟ معناه انه حتى تكلفه التمويل بتاعتنا تقل، كل ده بيتجه في الاتجاه اللي احنا بنستفيد بيه، احنا عاوزين نحافظ على انه قوه الدفع تيجي من النمو مش من سياسات ضريبيه يعني نزود بقى ضرائب، لا لا، انا من يعني من اشد المؤمنين بانه عندنا مساحه جيده جدا لتوسيع القاعده الضريبيه وتحسين مستحقات الدوله بدون ما نغير في سياساتنا الضريبيه ولا سياساتنا الجمركيه، بل بالعكس احنا عاوزين انه يعني شعبنا يحس انه الامور ماشيه في طريق افضل، واعتقد ان ده جزء منها ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور محمد معيط وزير